بنتكلم على المهبل، خلاص. والمهبل هو عبارة عن أنبوبة فيها روجي، يعني فيها تعرجات، وبتوصل ما بين عنق الرحم اللي هو جوه، اللي احنا بعد كده الجزء ده من الجهاز التناسلي احنا ما بنشوفوش خالص، وما بين الجزء الخارجي من الجهاز التناسلي اللي هو الليبيا ميجورا والليبيا مينورا، اللي هما الشفرتين الخارجيتين والفتحة. يبقى احنا عندنا هنا المهبل ليه فتحة في النص ما بين فتحة البول وما بين فتحة البراز. احنا عندنا الفتحة اللي في النص دي المهبل، ودي بتبقى أنبوبة قبل ما بيحصل أي جماع بتكون كولابست، قافلة على بعضها، يعني الانتيرير وول في البوستيرير وول كلهم نايمين وقافلين على بعض. بعد ما احنا بيحصل الجماع بتبتدي تاخد شكل الجماع، والعضو مش بيبقى فيها اي مشكلة. الطبيعي ان يبقى فيه بعض الالام في اول مرات للجماع لغاية ما يحصل التوسع المطلوب. المهم اللي انا عايزة اقوله عن المهبل انه هو بينظف نفسه بنفسه، يعني مش محتاج لا ايدك تدخل جوه ولا الدش يدخل جوه ولا اي حاجة تنظفه. ربنا سبحانه وتعالى خالق الاتجاه بتاعه بحيث انه هو اي افرازات بتيجي من الرحم او من عنق الرحم او من جوه المهبل بتنزل على بره على طول. وبالتالي المطلوب منك تفضلي مخلية المكان اللي بره هو اللي نظيف، ومش لازم خالص باستخدام صابون، خلاص، يعني مجرد ان احنا بننظفه بالمية، علشان ربنا سبحانه وتعالى خلق في المهبل هنا خلايا وبكتيريا معينة اسمها اللاكتوباسيلاي، اللي بتحافظ على البي اتش، على الحموضة بتاعة المهبل. والحموضة دي بتحافظ على المهبل من اي التهابات، لان الحموضة لو زادت او قلت بيحصل بعض الالتهابات في المهبل. ومن ضمن الحاجات اللي بتأثر على البكتيريا النافعة دي لما بناخد مضاد حيوي من غير لازمة، بناخد كورتيزونات، المناعة بتاعتنا بتكون ضعيفة، مرض السكر. ومن الحاجات اللي بتأثر على المهبل جدا جدا هو الاستروجين، علشان كده البنات اللي قبل سن الدورة والستات لما بيوصلوا لمرحلة ما بعد انقطاع الدورة بيزيد الالتهابات، لان المهبل ده بيكون رفيع ورقيق جدا وسهل ان يحصل فيه التهابات. هنكمل كلامنا عن المهبل، ودي صورة تانية بتبين لنا الاعضاء بتاعة الجهاز التناسلي للمرأة، والمفروض نبقى كلنا عارفينها ان هو ده المهبل اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو في الروجيه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو التعرجات اللي بتساعد على التمدد، ووراها في كمان عضلات، كويس. وقلنا ان بتأثر عليه الاستروجين، بيأثر عليه، والبكتيريا النافعة مهمة جدا، فانا ما بعملش اي غسولات للمكان. وده عنق الرحم اللي احنا لما بنعمل الفحص بنشوفه من خلال الفحص المهبلي، لما بحط السبيكولم اللي احنا شفناه قبل كده مع بعض فبقدر اشوفه، لكن الباقي ده كله احنا ما بنقدرش نشوفه خالص من خلال الفحص الخارجي. يبقى انا في الفحص الخارجي ممكن اشوف بس الفتحة الخارجية او الجزء الخارجي من عنق الرحم، اللي هو بيبقى بيسمح بان الافرازات اللي موجودة جوه الرحم، سواء اذا كانت دورة او افرازات او التهابات او whatever، تنزل على المهبل. طب ايه وظيفة المهبل بتاعنا؟ زي ما احنا ده المهبل الاول، وده ادي الرحم نفسه اللي حواليه اهو العضلات، وده الرحم اللي بيتمدد وبيشيل البيبي والجدار بتاعه بينزل الدورة، وادي الانابيب اللي بنسميها انابيب فالوب، ودي اللي بتوصل البويضات اللي موجودة هنا بالفاكيوم بالشفط كده، البويضات اللي بتتكون هنا بتتشفط تدخل جوه وتقابل الحيوان المنوي اللي طلع لها من هنا. طيب ايه وظيفة المهبل بقى؟ وظيفة المهبل ده القناة اللي بتوصل ما بين الاعضاء الداخلية والاعضاء الخارجية للمرأة. فبتوصل الرحم، عنق الرحم من جوه،
الفتحه بتاعه المهبل من بره. يبقى احنا من بره بنشوف فتحه المهبل، وكلمنا انها فتحه المهبل بتكون واحده من ثلاث فتحات، قدام في فتحه البول، ورا في فتحه البروز. مهمه في الجماع طبعا، لان دي اللي بيحصل فيها الجماع. مهمه لنزول الدوره والافرازات، لانها بتيجي من فوق لتحت، كل الحاجات بتيجي من فوق لتحت بالسكشن بتاع المكان ده. والبوزيشن، لان طبعا احنا بنبقى واقفين، في اي افرازات موجوده بره موجوده جوه بتخرج لبره، ودي اللي احنا بنشوفها، وهنتكلم على ايه النورمال وايه اللي ابنورمال في افرازات المره الجايه. فده الانبوب، وده نفس الانبوب اللي بيبقى جزء من الكنال اللي بيعدي فيها الطفل اثناء الولاده، زائد ان هو جزء مهم برضو في الاحساس الجنسي، خاصه في حته اسمها جي سبوت، هنبقى نشرحها برضو في فيديو تاني. يبقى القناة هي واصلة ما بين الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية، وبنقدر نشوفها لما بنحط السبيكولوم أثناء الفحص بتاعنا في العيادة. هنتكلم على التهابات المهبل والإفرازات المختلفة اللي هي تعتبر abnormal، يعني مش المفروض نشوفها. عامة 30% من الحالات اللي بتيجي العيادة كل يوم بتكون بسبب التهابات في المهبل او افرازات في المهبل. اكتر حاجة منتشرة احنا هنتكلم عليها اول حاجة هي اليست انفكشن او الكانديدا انفكشن، اللي هو الالتهاب الفطري. وزي ما احنا قلنا ان احنا عندنا في بكتيريا نافعة موجودة في المهبل اللي بتعادل البي اتش بتاع المهبل وبتخلي الحموضة بتاعته كويسة. في حالة ان يبقى فيه رطوبة عالية والحموضة ما تبقاش في احسن حالاتها، وتكون المناعة بتاعت الجسم ضعيفة، بتبتدي تنشط اليست اللي هي بكتيريا الخميرة دي، فبتزيد وبتعمل اعراض شديدة. اكتر حاجة بتعملها ان بيبقى فيه افرازات لونها ابيض زي ما انتم شايفينها كده، ومجبنة شوية، و يعني بتعمل ايتشنج، بتعمل حكة فظيعة داخلية وخارجية، وبتعمل حرقان اثناء الجماع واثناء التبول، بس ملهاش اي ريحة. ولو ظهر لها ريحة يبقى فيها انفكشن تاني غير الالتهاب الكانديدا. اكتر حاجة نحب نقولها هنا هي الوقاية. الوقاية هو تظبيط السكر، مهم جدا لانها بتزيد عند الناس اللي عندهم مرض السكر مش منتظم. نقلل استخدام المضادات الحيوية لانها بتضعف المناعة العامة وبتقضي على البكتيريا النافعة وبتبوظ التوازن بتاع الحموضة بتاع المهبل. ما بنستخدمش دش مهبلي لان ده برضو بيبوظ التوازن الحمضي بتاع المهبل. نخلي بالنا من استخدام الكورتيزون لو برضو لفترة طويلة بيقلل المناعة. وسيمبلي كده، هي في كلمة بتتقال keep yourself clean and dry، دايما خليكي نظيفة وناشفة، وبننشف بالمناديل الورق علشان ما يحصلش ان يبقى البكتيريا النوع ده من البكتيريا او النوع ده من الفطريات بيعيش في الجو المويست، فلو استخدمنا فوطة او قطنيات في التنظيف فبنرجع تاني نستخدمها مرة تانية بتكون البكتيريا دي ليها يعني عايشة فيها. العلاج بتاعنا، اول حاجة ان احنا بنحاول نشوف الاسباب، خاصة لو كانت بتتكرر علينا اكتر من 4 مرات في السنة، لانها بتبقى مزعجة جدا. فبنحاول لو في سكر، لو بناخد مضادات حيوية، بناخد كورتيزونات، الهيجين بتاعنا مش مظبوط، يعني بننظف زيادة عن اللزوم، فبنشيل كل الحاجات اللي بتحمي المهبل من مكانها. العلاج بتاعها بسيط، ان نتكلم على الالتهاب البكتيري او العدوى البكتيرية اللي بتصيب المهبل،
اللي بنسميها بكتيريا الفاجينوزس، وبيكون فيها الافرازات بتاعتها جراي تو جرينش، يعني تحس انها جراي وقلب على اخضر شويه. اكتر حاجه مميزه فيها انها ليها ريحه كريهه بنسميها فيشي اودر، يعني زي زفاره السمك كده. وبيبقى معاها برضو حرقان في البول احيانا، شويه حكه بسيطه مش زي طبعا بتاعه الكانديدا الانفكشن اللي احنا قلنا عليها، وفي الم اثناء الجماع ما كانش بيبقى موجود قبل كده. الحاجات اللي هي الريسك فاكتورز، الحاجات اللي بتسبب كده، السبب الاساسي هو عدم اتزان البكتيريا اللي موجوده في المهبل، في حاله عدم توازن موجود في المهبل. يا اما انا بنظف بشكل غلط، زي بستخدم دوش مثلا او الحاجات دي، او بحط ديودرنت او بحط صوب كتير، السموكينج بيغير الميديا، بستخدم الاندروويرز بتاعتي سينسيتيك مش كوتون تايت، فيها روايح او بغسلها بروايح عاليه. وممكن كمان الجماع. الفكره كلها انها على طول اول ما بتيجي العيانه وبتقول لي انا عندي ريحه كريهه زي ريحه السمك، خلاص هنا الحل بيكون ان انا بديها الفلاجيل او الدالاسين. الفلاجيل هو عباره عن مضاد للبكتيريا، بيتاخد بالفم حسب الحاله، بيكون مرتين في اليوم لمده 7 أيام إلى 10 أيام حسب ما اشوف. وممكن كمان يتحط مهبلي، في حاجه اسمها دالاسين كريم ممكن نستخدمها مهبلي، خاصه لو كان ده اثناء الحمل، فاحنا ما بناخدش الاورال فلاجيل، بنفضل نستخدم اللوكال في الحمل، دايما بنستخدم الحاجات الموضعيه. ده ممكن يجي كمان من استخدام التايلتس اللي مش نظيفه بعد مش معنى كده ما ادخلش التايلتس، لا ادخل بس انظف المكان كويس واعقمه قبل الاستخدام.